مواصلة لزيارته الميدانية للعاصمة الاقتصادية نواديبو وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمنائية الفضيل السادات ولحم رفقة الوالي المساعد لولاية داخلة نواديبو محمد عبد الوهاب ومحمد فاضل يستهل محطات الزيارة اليوم بالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك حيث عقد اجتماعا موسعا بطاقمها قدمت له خلاله شروح مفصلة عن خدمات الشركة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني كما أوضح مديرها العام يحيى اللحم الواقف ما شهدته المؤسسة مؤخرا من إصلاحات جوهرية واقتصادية انعكست إيجابا على إنتاجها. كما رد الوزير على ما تم طرحه من نقاط متعهدا بالعمل على تذليل التحديات القائمة سبيلا إلى الرفع من أداء هذه المؤسسة نحو مزيد من الإنتاجية التنموية. المحطة الموالية للوزير والوفد المرافق كانت الشركة الموريتانية لصناعة السفن. حيث تجول في مركز التصنيع بالشركة ليتم عرض عديد النماذج مما تنتجه المؤسسة من سفن المعايير الدولية وما تم إنتاجه مؤخرا في هذا المجال ليعقد بعد ذلك اجتماعا موسعا بطاقم الشركة واستمع إلى عرض مفصل عن أدوارها الإنتاجية والتنموية المحطة الأخيرة من الزيارة كانت شركة جانتا انترفيش الخصوصية الأولى من نوعها في المنطقة والمختصة في اعاده تكرير مخلفات مصانع دقيق السمك وتدمينها بطرق تضمن الحفاظ على البيئه وسلامتها وتقليص ما يناهز 90% من المخلفات والاضرار البيئيه التي كانت تسببها شركات صناعه دقيق السمك حيث تجول الوزير في مختلف اروقه الشركه وقدم له المدير العام لمرابط العتيق عرضا عن دور هذه الشركه في الحفاظ على البيئه خاصه تلوث المحيط والروائح الناتجه عن شركات التصنيع. وتتم العملية بواسطة أنابيب تربط الشركة مع المصانع المنتجة في هذا المجال الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة نوذبو.